بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هناخد تاسك جديدة من التاسكات العملية اللي احنا قلنا نبدأ نتكلم عليها. والتاسك المطلوبة مني في الفيديو ده ان انا عندي تو موتور، عندي موتورين، بس الموتور التاني عمره ما يشتغل الا لما يكون الموتور الاولاني شغال. يعني بكل بساطة لازم الموتور الاولاني يكون شغال بحيث لما اجي اضغط الستارت بتاع الموتور التاني يبدأ يدور معايا. طيب اللي انا فهمته من الدايرة بتاعتي ان انا عندي موتور تاني، وبالتالي هبدأ اجيب 3 فيز اندكشن موتور بالشكل ده، وبالتالي هيبقى عندي برضو كونتاكتور تاني. هيبدأ ياخد 3 فيز اللي عندي، وبالتالي برضو يعني انا تفكير ببدأ بالتفكير كسيكونس. احنا قلنا عندنا موتورين والموتور التاني مش هيشتغل الا لما يكون الموتور الاولاني شغال، فهتلاقي ان انا هكرر نفس الديزاين مرة تانية. ان انا عندي اهو موتورين بالشكل ده وعامل دايرة ستارت ستوب، المفروض ان انا هكررها عادي جدا. يبقى انا عندي موتورين عاوز اشغلهم، ابدا اجيب ستارت بوش بوتون واجيب ستوب بوش بوتون، تمام. وابدا اجيب طبعا الكونتاكتور، الكويل بتاع الكونتاكتور التاني. ومنساش النقطة النورمالي اوبن من الكونتاكتور التاني اللي هتعمل لي اللاتش. هوصل ده بده وده بالنيوترال وده بده، بس يجي بقى ايه الحاجة اللحظة الفارقة. يعني انا لو رحت عملت وصلت ده في النقطة دي وحطيت النقطة دي بارلل معايا، تشغيل الدايرة كالآتي: إن أنا لو ضغطت على الستارت ده هيدور، ولو ضغطت على الستارت الموتور التاني هيدور. تعال نشوف كده. لو سمينا ده، سمينا الكويل التاني كي وان مثلا، ودي النقطة دي بتاعت كي وان، والنقطة دي بتاعت كي وان، وجيت عملت تشغيل، هتلاقي نفسك لو ضغطت على الستارت ده هيدور، ولو ضغطت على الستارت ده هيدور. انا كده ما طبقتش التاسك المطلوبه مني. ارجع ادوس ستوب. انا عاوز الموتور الاولاني يشتغل في اي لحظه، بس الموتور التاني عمره ما يشتغل الا لما يكون الاولاني شغال. يبقى انا عاوز كونديشن من الكونتاكتور الاول هي دي اللي تشغل لي الكونتاكتور التاني. يبقى انا ما ينفعش كده اشغل دايركت، انا همسح النقطه دي ولازم اروح اجيب نقطة مساعدة تاني من الكونتاكتور الاول. واحنا قلنا الكونتاكتور الاول بيبقى فيه اوكسيلاري كونتاكت ومين كونتاكت وايه والكويل. اخدت واحدة من الاوكسيلاري تعمل لي لاتش، وهاخد واحدة تاني نورمالي اوبن عشان تبدأ تشغل لي الدايرة بالشكل ده. طب هتعمل لي النقطة دي ايه؟ اجي احط التسمية بتاعتها على كي. اللي هيحصل كالاتي: ان انا لو رجعت شغلت الدايرة، دايرة شغالة، مهما ضغطت ستارت هنا عمر ما الموتور التاني اشتغل او الكونتاكتور التاني هيشتغل. ليه؟ لان انت حاطط كونديشن فوق عمر ما الكونتاكتور ده يشتغل الا لما يكون ده شغال. يعني انا لازم اعمل ايه دلوقتي؟ اضغط ستارت هنا فيبدا الموتور الاول يشتغل، فيعمل ايه في النقطة المساعدة بتاعت الكونتاكتور الاولاني؟ يقفلها. انا هنا بقى متاح بالنسبة لي ان انا اضغط على الستارت ده عشان يبدأ الموتور يشتغل. طب افرض انت جيت فصلت الكونتاكتور الاول، خلاص الموتورين يقفوا. ليه تاني برضو؟ عشان نأكد على المطلوب في الدايرة دي ان الموتور التاني او الكونتاكتور التاني عمره ما يشتغل الا لما الموتور الاولاني يكون شغال. وبالتالي انا خدت نقطة اوكسيلاري من الكونتاكتور الاول نورمالي اوبن عشان هي دي اللي تشغل الدايرة، او هي دي اللي يعني تنفذ للتاسك المطلوبة مني. زي ما قلنا احنا التاسكات اللي احنا هنعملها تاسكات بسيطة جدا، فيديوهات يعني مش هنكتر في عدد الدقايق.
بحيث ان احنا نغطي كمية كبيرة من التاسكات اللي فعلا موجودة في الواقع العملي. ان انا عندي موتورين، لازم الموتور الاول يكون شغال سير مثلا بيسلم سير، فمينفعش السير التاني يكون شغال لما يكون الاولاني شغال، لان بيستلم السير الاول. فالتاسك دي موجودة فعليا في ارض الواقع. تمام، اتمنى الفيديو يكون لذيذ ويكون الدنيا بسيطة وسهلة. ان شاء الله في الفيديو القادم ناخد تاسك جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.